إذا كتب لك أن تكون مغتربًا وتود تسجيل اسمك عبر موقع وزارة الخارجية للمشاركة في الانتخابات، فالله يعينك، يا بتصيب يا بتخيب معك، انتو حظك. تخيلوا، اختارت وزارة الخارجية والمغتربين أن تتواصل مع المغتربين بوسيلة متحضرة ومش سهلة أبدًا، فيطلب منك عند تسجيل بياناتك ملء الكسر المستحدث، وهذا ما سيعجز عن معرفته اللبناني المقيم، فكيف الحال بالمغتربين؟ وطبعاً لا يوجد أمامك أي وسيلة للمساعدة لحل هذا اللغز، انتو حظك. الأبلودينج أوف ذا دوكيومنتس، إذا كان الفايل كبير البلاتفورم ما بتجي وبتقول لك إنه والله الفايل ذا سايز إز تو بيج، لا بضلوا عم بيلف ويبرم بدون ما يخبر اليوزر شو اللي عم بيصير. طيب ماشي، بس نحمل صورة الهوية أو الباسبور، بيرفض الويب إنه هيدي ما بتتحمل أكثر من 5 ميجا. كيف أكثر من 5 ميجا ما بتتحمل؟ نعمل كومبرس لهيدي الصور نبعتهم، بيطلع لنا شيء بالويب اسمه كسر السجل. شو هذا كسر السجل؟ ما بنفهمه. بتفوت لتسجل المذهب تبعك، بيطلع لك بالمذاهب هندوسي وبوذي ونسطوري. زيادة عن كل هيدا، المذهب اليهودي، الدين اليهودي، ما في دين يهودي، مكتوب الإسرائيلي. إذا مسيب الاسم وفي أبوستروفي أو في داش أو أي سيمبل، ما بياخد كمان الأبلود وبيضلوا يلف يلف بدون ما يخبر المستخدم ليش ما عم بيقدر يعمل الأبلودينج مزبوط. بعض المغتربين الذين تواصلوا مع سبوتشوت سجلوا أسماءهم منذ 3 أسابيع في موقع الوزارة ولم يتلقوا أي ردة فعل حتى الآن، لأنه بتعرف يعني كمان لما الواحد 3 أسابيع وما يجي confirmation بصير عنده قلق. طب أنا شو صار بي الابليكيشن تاعيتي؟ ليه ما حدا عم بيرد علي؟ وبالنهايه في عالم بس عم بيسجلوا بيطلع لهم رد انه تشابه اسماء. شو تشابه اسماء؟ خيلها شو كل هالشربوكه انه لهلا في بعد الانتخابات، لهلا للانتخابات في 4 أشهر مينيمم، ما ديدونا هيدي، صلحوا الويب سايت او خلوا العالم تنتخب بباسبورة وخلصنا. وبعيدا عن اداء هذا الموقع المضحك احيانا، تبقى النتائج مبشره نوعا ما. فبحسب مصادر في وزاره الخارجيه، تسجل للاقتراع منذ الاول من تشرين الاول حوالي 92 الف مغترب، فيما يتوقع مراقبون ان تصل هذه الاعداد الى حوالي 180 الف اذا استمرت بهذه الوتيره. وهذا الرقم يعد تطورا كبيرا عن العام 2018، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج 82 الف فقط. إذن بحجم الصعوبات والإشاعات التي توضع أمامه، يبدو أن المغترب سيكون رقماً صعباً في الانتخابات المقبلة، خصوصاً وأن جزءاً كبيراً منهم لا يود التسجيل عبر هذا الموقع، بل السفر إلى لبنان ووضع صوته مباشرة في صندوق الاقتراع وبلا كل هاللبكة.